السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا مع بعض عن الكيوردز، وقلنا يا جماعة احنا هنبدأ نشتغل مع بعض في شغل انك ازاي تحصل على مشاهدات وبالتبعية بتحصل على ارباح من اليوتيوب او من الموقع الالكتروني. باقي الحلقات اللي احنا هنكمل فيها يعني صعب ان احنا يعني نشرح اليوتيوب ونشرح المواقع في نفس الوقت، ولكن هنحاول او هحاول اربط الاثنين مع بعض. فالكلام اللي احنا هنقوله هيكون على اليوتيوب ولكن بينطبق على الموقع الالكتروني لو في ناس بتتابع القناة يعني عايزة تتعلم سيو او تشتغل في السيو. النهاردة هنتكلم عن الحصول على مشاهدات. في بعض الناس بتعتقد ان الموضوع وليد الصدفة، انك عملت فيديو وهيسمع معاك. ماشي، هو ده بيحصل بس مش يعني ما بيستمرش كتير. انت لو بصيت مثلا من 50 فيديو 100 فيديو ممكن تلاقي فيديو او اتنين بيسمعوا. لو ما عندكش سبسكرايبرز كتير هتلاقي نفس المعدل اللي انت ماشي بيه، 70 مشاهده 200 مشاهده 300 500 مشاهده، ومفيش حاجه هتسمع منهم غير فيديو او اتنين. لا، الاستراتيجيه اللي احنا شغالين فيها هي ان كل الفيديوهات بتاعتك تطلع مع بعض. لما تعمل فيديو والفيديو ده يسمع معاك ده بيكون وليد الصدفه، حظ. لكن اللي احنا هنتكلم فيه هي استراتيجيات ازاي تبني قناه فعلا تكون ناجحه. النقطه الاولى معانا وهي اسم القناه او تشانل نيم. في ناس بتعمل اسم القناه ارتجالي، يعني اي اسم كده وخلاص يخطر ببالها. لا، انت لازم تدي النقطه دي مساحتها من التفكير ومساحتها من البحث. مش اي اسم قناه، مش حاجه خطرت ببالي كده وخلاص. في اسس لازم تلتزم بيها وتحط احتمالات 1 2 3 4. اول حاجه عندنا هي ان اسم القناه يكون يونيك او براند، لازم يكون اسم فريد من نوعه مش اسم متكرر. ناخد مثلا على كده قناه هل تعلم. قناه هل تعلم دلوقتي بسم الله ما شاء الله عدت يعني، ومع ذلك علشان توصل لها عن طريق البحث اصبح صعب جدا الا لو انت كنت مشترك في القناه ووصل لك الاشعارات. ليه؟ لان في اكتر من قناه دلوقتي اتعملت باسم هل تعلم. هل تعلم اسم شائع، اسم عادي. ما ينفعش ان انا اطالب بحقوق ملكيه في اليوتيوب واقول له ده عامل قناه باسم هل تعلم. هو ايه هل تعلم؟ هل تعلم دي براند؟ لكن لما تيجي النهارده تعمل قناه باسم ماتريكس 219 انا اقفلها لك. ليه؟ لان ماتريكس 219 براند. احمد حلمي ستايلش ايف سبب من اسباب ان بسم الله ما شاء الله عدت معاه، يعني عدت بمعنى الكلمه، ان هو في يوم صحى الصبح لقى كل الصفحات اللي معموله باسم ستايلش ايف اتقفلت، والسبسكرايبرز اللي كانوا او الناس اللي عامله لايك اتحولوا له تلقائي، فطلع من 100,000 او 200,000 لايك عدى 3 مليون لايك في ليله. ليه؟ لانه كان بيتكلم مع براند، سجل براند. فخلي القناه بتاعتك او اسم القناه بتاعتك براند. خلي عندك طموح ان يكون عندك في موقع الكتروني وفي ستاف شغال معاك، في واحد خاص بالسوشيال ميديا وخاص بالفيسبوك، بس وظيفته ان هو يدير صفحه الفيسبوك الخاصه بالشانل بتاعتك او الموقع بتاعك، واحد وظيفته تويتر، واحد وظيفته يتابع الايميلات وهكذا. اوريدي لازم في وقت من الاوقات هيكون عندك تيم ورك. خلي ده طموحك، مش انك بس هتشتغل لوحدك وهتكمل لوحدك في القناه. طيب، يبقى دي النقطة الأولى اللي أنا كنت حابب أتكلم معاكم عنها النهاردة. نيجي للنقطة التانية، وجيت ديت أنا جايز شرحتها بالتفصيل في فيديو فات كان باسمه كيف تضع خطة تسويق إلكتروني، إزاي تعمل خطة تسويق. إنك علشان تحصل على مشاهدات وتحصل على ترافيك، وبالتبعية بقى لو مشاهدات معاها أرباح، وأنت اللي بتحدد نسبة المشاهدات إيه بالنسبة مقارنة بنسبة الأرباح. يعني ممكن تكون مشاهدات كتيرة جدا ولكن نسبة الأرباح قليلة، ممكن تكون مشاهدات قليلة ولكن نسبة الأرباح كتيرة. وقبل ما أنسى، قناة هل تعلم بدأت تتجه هي والفان جروب عامة، يعني بدأوا يتجهوا دلوقتي اللي انا كنت كلمتكم فيه من شهر او من شهرين، ان حاول انك تكون مدة الفيديو عندك تتجاوز العشر دقائق بقدر الامكان. ليه؟ لانك ممكن تحط اكتر من اعلان في الفيديو. الناس اللي متابعة قناة هل تعلم تحاول تتابع او تشوف الارشيف بتاع الفيديوهات بتاعتها اخر اسبوعين او ثلاث اسابيع، بدأوا ان هم يدخلهم في الفيديو، الفيديو بتاعهم كان يبقى 4 دقائق 5 دقائق، لا يتجاوز كده. لا، بدأوا ان هم يطولهم في الفيديو ويدخلهم كواليس، تسجيل الصوت، فيديوهات قديمة، ان هو بيحاول يوصل الفيديو بقدر الامكان لعشر دقائق علشان يحط اكتر من اعلان، ولكن ده هيجي معهم بتأثير سلبي، وافتكروا ان انا قلت لكم الكلمة دي لانه حشو مش اكتر يعني. طيب، نرجع بقى لكلامنا اللي احنا اتكلمنا فيه وهو السوشيال ميديا. انت ما تعتمدش على اليوتيوب بس، لان اليوتيوب ما هوش ملكك. اليوتيوب انت مأجر فيه مساحة مجانية، يعني بتستضيفها شركة جوجل، لكن ما هوش ملكك. لو اجى في يوم من الايام والقناة قفلت فالدنيا بتاعتك باظت. نصيحتي ليك انك ما يبقاش بس القناة هي كل حاجة بالنسبة لك. افكار ضد الرصاص بدأت صفحة على الفيسبوك، و
بدأوا يطوروا شوية، فعملوا أو حجزوا دومين وعملوا فيه صفحة لاندنج بيج بسيطة كده، وبعد شوية بدأوا يشتغلوا مع اليوتيوب. بدل ما هما بيرفعوا من الفيديوهات على الفيسبوك ومفيش لهم أرباح أو عائد، طب ما احنا نرفعها على اليوتيوب ويجي لنا منها أرباح أو عائد. ولكن القرار كان متأخر، لأن أوريدي في ناس كتيرة كانت معجبة بأفكار ضد الرصاص، وعملت أكتر من قناة وأكتر من تشانل على اليوتيوب باسم أفكار ضد الرصاص، وحققت ترافيك كويس وحققت مشاهدات كويسة. وفي نفس الوقت البراند انتشر بطريقة هما ما كانوش عاملين حسابهم في ده، فاصبح انك تسيطر عليه صعب. فالبدايه النهارده انك لازم تعمل براند، دي رقم واحد. رقم اتنين سوشيال ميديا. انا نفترض مثلا ان نفترض على سبيل المثال انك عملت القناه بتاعتك باسم ايه، نفس اسم القناه هيكون محجوز دومين بنفس الاسم موقع. في ناس ما تعرفش الدومين يتحجز ازاي، هتدخل على موقع جودادي وبتحجز دومين بقيمه $12، وممكن تستخدم كوبونات الخصم يوصل معاك لقيمه 50 جنيه او 60 جنيه مصري. بتحجز دومين، ولو انت مش هتشتغل في الدومين دلوقتي، مش هتعمل يعني مش هتعمل ويب سايت ومش هتنشر فيه حاجه، اعمل فورورد او توجيه للدومين لليوتيوب، للشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتك. طيب يبقى انا حجزت الدومين عند قناه يوتيوب، اخترت اسم مناسب، والاسم القناه هو نفس اسم الفيلوج او جزء منه. هعمل صفحه على الفيسبوك، هعمل صفحه على تويتر، على لينكد ان، على البنترست، على سناب شات، على الانستجرام. طيب في ناس كتير عامله الكلام ده وما بتحصلش على مشاهدات، ماشي، طبيعي ان ده بيحصل، لان ما يكفيش بس انك تعمل صفحات سوشيال ميديا. انا عامل صفحه على الفيسبوك لكن ما بنشرش فيها، يعني انت هتعمل لايك ليه؟ الفيسبوك هيقدم لي الدعم ليه؟ بعمل صفحه على السناب شات او الانستجرام او البنترست وما بنشرش فيها، ما بساهمش فيها، الناس هتهتم ليه؟ هو انا ليه اساسا بعمل صفحات؟ انت بتعمل صفحات علشان تجيب ترافيك، بدل ما الترافيك بتاعي بس يكون جاي من السيو، نتائج البحث سواء من جوجل او من اليوتيوب، وفي الاغلب بيبقى الاستهداف نتائج البحث من اليوتيوب بس. لا، انا عايز نتائج البحث تجي لي من يوتيوب ومن جوجل ومن السوشيال ميديا. طبعا لما انت تعمل بحث مثلا في جوجل على كلمه ايه، بلاش كلمه ايه، ماتريكس 219، اعمل بحث دلوقتي على ماتريكس 219 في جوجل، هيجيب لك الموقع وهيجيب لك الصفحه وهيجيب لك التويتر وهيجيب لك لينكد ان والبنترست والسناب شات والانستجرام. السناب شات احنا لسه بادئين فيه جديد، فمش هيجيب لك نتائج قد كده، والانستجرام برده مش مركزين فيه قوي، فمش هيجيب لك نتائج قد كده، ولكن هيجيب لك نتائج من يوتيوب والفيسبوك والتويتر واللينكد ان والبنترست. وده اللي انا عايز او عايزك توصل ليه، انك تعمل صفحه على الفيسبوك، كل فيديو يتنشر في اليوتيوب ترفعه على الصفحه بتاعتك، وتعمل جدوله في الصفحه لموضوعات بمعدل موضوع كل يوم. يعني كحد ادنى هو الصح انك بتنزل بوست على صفحه الفيسبوك كل ساعتين. يعني لو عندك صفحه بتنزل معدل مثلا من 10 ل 12 بوست يوميا كل ساعتين كحد ادنى، ده السيستم الصح، يعني انك كل ساعتين لازم يكون ليك بوست. بس احنا بنقول كبدايه خليك كل يوم بوست، انك اقعد كده مثلا نص ساعه، اعمل كوبايه شاي وسندوتش لذيذ، وجمع 10 موضوعات، لا 30 موضوع مش 10 موضوعات، واعمل لهم جدوله في الصفحه. طيب بالنسبه للصفحه، الصفحه لازم يكون فيها عنوان اليوتيوب القناه بتاعتك، لازم يكون فيها عنوان الدومين اللي انت حجزته، لان ده بيعمل باك لينك بشكل ما. اللي ما يعرفش الباك لينك هي الروابط الخارجيه اللي بتدل على الموقع بتاعك. يعني مثلا ماتريكس 219 هو موقع الكتروني مستقل بذاته، استهداف سيو، ولكن لما يكون في باك لينك في مواقع اعلى من كده، يعني اكتر من موقع في روابط لماتريكس، فده بيعزز من موقف ماتريكس في نتيجه البحث في جوجل لما حد يعمل سيرش في جوجل. انا عايزك يكون عندك نفس المبدا ده، انك تعمل باك لينكس كتير. فاول حاجه عندك هتعمل صفحه فيسبوك، اكونت تويتر، واكونت تويتر ده اساسي لاي حد بيستهدف المملكه العربيه السعوديه. السعوديه فيها نسبه كبيره جدا، يعني 40% او 42% تقريبا، وخاصه او تحديدا في مدينه الرياض، من مستخدمين تويتر على مستوى العالم ككل. فلو انت بتستهدف السعوديه لازم يكون عندك اكونت تويتر. طيب لينكد ان، موقع رجال الاعمال او الصفوه. لينكد ان في ناس كتيره ممكن ما تسمعش عنه، هو موقع خاص بالتعاملات الراقيه شويه عن الفيسبوك. فلازم يكون عندك اكونت على لينكد ان بتعرف فيه نفسك، تبدا تنشر موضوعاتك، انت مهنتك ايه، بياناتك ايه، دنيتك ايه، ومش شرط اكونت شخصي ليك، ممكن اكونت باسم البراند نفسها او باسم الشركه نفسها. طيب نيجي البنترست، وده في ناس كتير جدا بتأهمله. البنترست ده اقوى باك لينك ممكن تتخيله في حياتك، وده عن تجربه شخصيه ومش عن كلام حد. يعني البنترست عمل لي سبورت عالي جدا في اكتر من ويب سايت كباك لينكس. هو عباره عن موقع بتعمل فيه لوح وبتحط فيه الصور، انك بتعمل شير لكل فيديو انت بتنشره، بياخد الصوره الثامبنيلز بتاعتها وبنشرها لك على البنترست. لكل مدونه او كل تدوينه على الويب سايت بياخدها برده نفس الشيء الصوره بتاعتها وبنشرها لك على البنترست، فانت كده بتحصل على باك لينك فري ومجاني.
السناب شات والانستجرام يفضل انك تعمله. ما ينفعش تعمل السوشيال ميديا او تعمل الروابط دي كلها او تعمل القنوات دي كلها وما تنشرش فيها. طبعا احنا الكلام بتاعنا اساسي هو اليوتيوب، ما ينفعش تبقى اليوتيوب بس لوحده. لا، انت عملت فيسبوك، نشرت فيديو على اليوتيوب، اعمل له جدول على الفيسبوك ان هو يتنشر بعد يوم بحيث ما يتنساش. اعمل شير على تويتر، اعمل شير على لينكد ان، او اعمله بوست في لينكد ان، اعمل شير على البنترست، خد صورة الثامبنيل بتاعت الفيديو ونزلها على الانستجرام. لما انت بتكون متصور مثلا او بتعمل مونتاج الفيديو نزلها على السناب شات. مش شرط يكون عندك عدد متابعين كتير دلوقتي، بس حد ادنى لما انت تدخل في صفحة وما تلاقيش فيها بوستات مش هتعمل لايك. لما انا ادخل الصفحة والاقي 50 بوست ومثلا اخر 5 بوستات 4 بوستات، بوست النهارده، في بوست امبارح، في بوست اول امبارح، الا ده الناس بتقدم محتوى، المحتوى متجدد. لما ادخل على تويتر بتاعك والاقي كل 2 3 ساعات في بوست او في شير، او كل يوم في بوست او في شير، الا ده الناس دي شغاله ماشي. لكن انا مش ههتم ان انا اعمل فولو لواحد في تويتر ما بينزلش بوستات خالص، ان انا اعمل لايك لصفحه على الفيسبوك ما حدش بيدخلها ولا الادمن نفسه، ان انا اعمل سبسكرايب لقناه ما فيش فيها فيديوهات. دولت نقطتين اساسيين لازم تبدا فيهم النهارده. تختار اسم براند، اسم ماركة، والبراند يكون يونيك خاص بك انت. تعمل دومين او تحجز دومين. وفي ناس هتقول طب ما فيش فلوس احجز دومين وما فيش. لا، انسى الكلام ده نهائي. اللي احنا بنتكلم فيها ما هياش فلوس، ده تمن علبتين سجاير. احنا بنتكلم في الدومين يعني 50 جنيه او 60 جنيه. عامة علشان تحقق نجاح في 3 حاجات اساسية لازم انت تستثمرهم، يا اما وقت تايم، يا اما افورت مجهود، يا اما ماني فلوس. هتستخدم ميكس من 3 حاجات دول. اللي احنا بنتكلم فيها ديت ما يعتبرش استثمار. انت اعتمادك الاساسي علشان تكبر القناه بتاعتك هي التايم والافورت. هتصرف وقت وهتصرف مجهود، اللي بيدفع ده ما هوش فلوس. طيب هل بس كده؟ لا، كل السوشيال ميديا بتاعتك تكون بنفس الدومين. يعني ما تعمليش ماتريكس 219 في على اليوتيوب وتيجي على البلاج ماتريكس 218، على لينكد ان ماتريكس 25، على تويتر ما تتوهش الناس. هو ماتريكس 219 يبقى في الدنيا كلها، على تويتر، على الانستغرام، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على لينكد ان، على البنترست. السوشيال بتاعتك بالكامل لازم تكون فيها البراند بتاعتك. دي اول خطوه احنا خلاص عرفناها. تاني خطوه وده الهوم ورك اللي هيتعمل، انك لازم تحجز مجموعه سوشيال ميديا. بعد ما تحجز السوشيال ميديا تدخل روابط السوشيال ميديا كلها في وصف القناه بتاعتك. يعني في وصف القناه تحت اشترك في قناتي او اشترك في الفيسبوك، رابط الفيسبوك، رابط تويتر، رابط لينكد ان، رابط بنترست، وهكذا. وتدخلها في البانر اللي بيكون في فوق القناه، يعني تدخلها باتونز كده في البانر. انا مش فاكر الطريقه تحديدا، بس هتلاقوها موجوده في مدونه ماتريكس بالتفصيل ازاي تعمل الاختصارات دي في البانر. طيب خلصنا من الجزء ده، ده المحتوى الاساسي اللي انا كنت حابب ان انا اشاركه معاكم النهارده. هنيجي بقى للهوم ورك. احنا تجاوزنا اول مرحله اللي هي مرحله الكيوردز. المرحله الثانيه هي الشانل نيم، اسم القناه، والسوشيال ميديا، انك تحصل على ترافيك من السوشيال ميديا وبتحجز السوشيال ميديا بنفس اسم البراند نيم بتاعك. نيجي للمرحله الثالثه وهي انك تحقق نجاح بقى فعلي. النجاح ده مش وليد الصدفه، ومش هيحصل من انك اتفرجت على فيديو وخلاص كده يعني، ولا هيحصل انك تكمل سلسله الفيديوهات اللي انا بنشرها بالكامل. لا، النجاح ده انت اللي بتحققه. انا بمجرد عامل مساعد، مجرد ان انا بساعدك او بدلك على الطريق، والطريق اللي انا بدلك عليه هو طريق انا مشيته في وقت من الاوقات وربنا يعني وفقني وحققت فيه نجاح، فبنقل لك الخبره مش اكتر من كده. هيكون مطلوب من سيادتك كشكول وقلم، كشكول محترم وقلم محترم. ما تستخسرش، احنا قلنا هتصرف فلوس ماشي، فما تروحش تجيب كشكول بربع جنيه ولا بنص جنيه ولا باتنين جنيه لا، هات كشكول محترم، لان الكشكول ده هو اللي هيكمل معاك الرحله، رحله النجاح. وهات قلم محترم قيم، هدية كدو منك لنفسك. وهتبدأ أول حاجة اسم الكشكول هتكتب العنوان بتاعه رحلة النجاح. لازم تكون مقتنع بينك وبين نفسك انك فعلا هتنجح، انت كده كده هتحقق النجاح ومفيش تراجع، انت رحلة نجاح، رحلة انت عارف انك هتوصل لها. تعال في الصفحة الأولانية واسأل نفسك سؤال، أنا فين دلوقتي؟ أنا دلوقتي عندي قناة يوتيوب. طيب القناة دي فيها عدد متابعين كذا، بحصل على مشاهدات كذا، بحصل على أرباح كذا. طيب ده أول صفحة، أنا فين دلوقتي؟ الصفحة الثانية، أنا عايز أكون فين بعد سنة كحد أدنى، بعد 5 سنين كحد أقصى. يعني بعد سنة، وده يعني متاح لك أنت، اختارها زي ما أنت عايز. شوف أنت خطة الزمنية اللي أنت حاططها لنفسك إيه كشغل، سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5. أنا فين النهاردة؟ وضعي إيه ك حد موجود في الانترنت او موجود اونلاين؟ انا ليا هويه دلوقتي اونلاين وانا بتكلم بلسانك انت،
انت ليك دلوقتي هويه اونلاين، الهويه ديت وضعها فين بالظبط؟ انت امكانياتك ايه؟ عندك صفحه فيسبوك فيها كام واحد؟ عندك قناه يوتيوب فيها كام مشترك؟ عندك ميل ليست فيها كام واحد مشترك؟ عندك موقع بتدخل له زيارات قد ايه؟ عندك حسابات ايه؟ عندك ايميلات ايه؟ فاعرف الوضع اللي انت فيه حاليا فين تحديدا علشان تعرف انت هتروح فين. انت مش هتعرف انت رايح فين الا لو عرفت انت فين دلوقتي. مش منطقي ان انا اقول دلوقتي انا عايز اتحرك واروح القاهره او اسافر القاهره وانا مش عارف انا مكاني فين، انا مش عارف انا في المنصوره ولا في اسكندريه ولا في اسيوط ولا فين بالظبط. لكن لما احدد مكاني انا دلوقتي في المنصوره عايز اتحرك واروح القاهره، طيب المنطق واللوجيك والاجراءات 1 2 3 4 5 فانا هعرف اوصل القاهره. اعرف مكانك فين، حدد موقفك بالظبط، انت موجود فين دلوقتي، وضعك ايه اونلاين، وعايز توصل فين. طيب حددت المكان اللي انت فيه وحددت المكان اللي انت عايز تكون موجود فيه بعد سنه، الصفحه الثالثه حدد اهدافك. انا اهدافي 1 2 3 4. الاهداف بتختلف، في حد بيكون اهدافه ان هو ينشر فكره او ينشر معلومه، في حد اهدافه الشهره، في حد اهدافه الربح. انا ما اعرفش اهدافك، انت اللي تعرفها. اكتب اهدافك وحددها وما تعملهاش اهداف عامه. لما تقول انا من اهدافي الربح ما تسيبهاش كده مطلقه، لا. طب انت اهدافك الربح، انت عايز تكسب كام؟ عايز تكسب 1000 دولار في الشهر ولا عايز تكسب 5000 ولا عايز تكسب 10000؟ الربح ده انت عايز تحققه منين؟ هتحققه من اليوتيوب ولا هتحققه من ادسنس ولا هتحققه من البلوج او التدوين ولا هتحققه من السي بي اي ولا هتحققه من الافيليت؟ اعمل دراسة. انا اهدافي 1 2 3 4 5، اكتب 20 هدف وما ينفعش ما يكونش عندك 20 هدف. اهدافك من شغلك اونلاين 1 2 3 4 5 رصهم 20 هدف. نيجي للصفحة الرابعة، ابدا بالهدف الاولاني. اول هدف انا عايز احققه وحط منحنى زمني للهدف ده. انا الهدف ده المفروض احققه في خلال 6 شهور. انا مثلا لو دخلت في وصف القناه هتلاقي فيه اهداف كده فيما يخص القناه بس. طبعا انا ليه اهداف تانية كتير في حياتي وفي مجال شغل حتى اونلاين، بس فيما يخص القناه انا كان هدف بالنسبه لي ان انا اوصل ل 100 سبسكرايبر، بفضل الله حققت. هدف ان انا اوصل ل 1000، بفضل الله حققته. الهدف اوصل ل 4000، حققته. هدف ان اوصل ل 10000، قريب حققه. هدف ان انا اوصل ل 100000، انا هدف التارجت بالنسبه لي ان انا اوصل ل 100000 ويكون معايا الدرع الفضي اليوتيوب قبل نهايه السنه، يعني في خلال 4 شهور. احنا النهارده 6000 او 7000، في خلال 4 شهور ان شاء الله تعالى حصل ل 100000. حط لنفسك هدف وسع عليه. ما ينفعش بس ان انا اقول ان انا اكون عايز او نفسي يكون عندي 100000 سبسكرايبر، ما هياش كلمه اعتباطي كده وهتتنفذ، لا. انا عشان اوصل ل 100000 في 3 حاجات هتستثمرهم ودول تحفظهم زي اسمك في اي منظومه وفي اي مشروع في اي بروجكت هتشتغل فيه. وقت، تايم، افورت، مجهود، ماني، فلوس. هتستثمر في 3 حاجات والتلات حاجات دولت بتعمل ميكس ما بينهم علشان توصل لهدفك. طيب انت عايز توصل لحد 1000 سبسكرايبر او 1000 متابع في خلال شهر، ايه الامكانيات المتاحه بالنسبه لك؟ الوقت المتاح بالنسبه لك ايه؟ المجهود اللي ممكن تبذله ايه؟ الفلوس اللي ممكن تدفعها ايه؟ انت ممكن ما يكونش عندك وقت ويكون عندك مجهود بسيط بس معاك فلوس، فهتدخل على يوتيوب وهتعمل ادز زي ويكس. ويكس النهارده موقع بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا، رامهم فلوس وعملهم ترافيك جبار جبار بمعنى الكلمه. فانت معاك فلوس وعايز ترمي فلوس، هترمي فلوس وهتخسر على 1000 سبسكرايبر، هتحقق هدف. طب انت ما فيش معاك فلوس وعندك تايم وعندك افورت، طب ما معكش فلوس ما ينفعش تقول لي انا هشتغل نص ساعه في اليوم على القناه وهوصل ل 1000 و2000 و10000 و100000، مش منطق. فانت لازم هتستغل وقت، هتصرف وقت، حدد الوقت اللي انت محتاجه علشان توصل لهدفك قد ايه. انا محتاج 3 ساعات او 4 ساعات في اليوم، ده حد ادنى مثلا للشغل. المجهود اللي انا هبذله ان محتاج ان انا اشتغل فوتوشوب، محتاج ان انا اشتغل ببرنامج معالجه مونتاج، محتاج كذا محتاج كذا. طب انا ما اعرفش فوتوشوب، هشوف برنامج سهل يعمل الثامبنيلز، هشوف برنامج سهل بدل ما اعمل مونتاج واشتغل بالسوني فيجاس، لا هشوف برنامج سهل يعمل المونتاج، هشتغل بالكامتازيا، وهكذا. بتشوف المعوقات اللي قدامك ايه، الهدف اللي انت عايز توصل له ايه، وبناء عليه بتبدا تشتغل. يبقى دي اول خطوه احنا هناخدها وهنبدا نتحرك فيها النهارده، ان كل واحد ينزل كده ويشتري كشكول او ينزل يتفسح يتمشى ويهدي نفسه بكشكول وقلم قيم ويبدا يحط الداتا والافكار اللي جواه على الورق. احنا اخدنا هوم ورك المره اللي فاتت وقلنا يا جماعه ان كل واحد هيختار مجموعه كي ووردز. النهارده الهوم ورك انك هتحاول تجتهد بينك وبين نفسك وتجيب اسم شانل يكون فريد من نوعه، مفيش زيه اتنين. يعني ان لما حد يعمل بحث على اسم القناه ما يلاقيش غير القناه بتاعتك، وابدا النهارده غير اسم للشانل بتاعتك. رقم اتنين انك هتحجز دومين وهتعمل روابط السوشيال ميديا اللي انا اتكلمت عنها، فيسبوك، تويتر، لينكد ان، بنترست، سناب شات، انستجرام، يوتيوب. حددت اسم القناه، عملت السوشيال
ميديا بتاعتك. الخطوه الثالثه انك تشترك في القائمه البريديه. هتدخل على موقع matrix219.com، هتلاقي في اخر صفحه تحت او في اخر الصفحه اشترك في القائمه البريديه، دخل ايميل بتاعك وتشترك في القائمه البريديه. ليه هتشترك في القائمه البريديه؟ لان في بعض الموضوعات مش هنزلها في القناه او اليوتيوب، وفي بعض المراجع او الكتب اللي هتساعدك سواء في التنميه البشريه او في مجال اليوتيوب او في مجال الربح من الانترنت بشكل عام، مفيش وقت ان انا اشاركها في اليوتيوب. فاشتراكك في القائمه البريديه هو اختياري بالنسبه لك. لو حابب انك تتابع الموقع يشرفني انك تنضم معنا وكون موجود معنا في القائمة البريدية. بس هو ده كان موضوع النهاردة باختصار. اتمنى يا رب اكون افدتكم بمعلومة. بعتذر لو الفيديو مدته طولت شوية، بس يعني ما كانش ينفع يتقسم على اجزاء. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من معلومة او المحتوى اللي انا بقدمه. معنا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هيكون بعد بكرة باذن الله تعالى، ومش هاكد عليك الهوم وورك او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ديت لازم اساس انك تطبقها، لانك مش هتعرف تكمل معانا الا لو عملت الخطوات اللي احنا قلناها. يلا معنا ان شاء الله في الفيديو الجاي، والى اللقاء.